حابه ان انا ابدا مع دكتور سامي نصار. اسمحوا لي، كليه الدراسات التربويه، الكلمه يعني الكليه، عايزين نعرف اللي هي ايه، يعني هل مختلف عن كليه التربيه؟ طبعا بتعنى بايه؟ مين اللي بيدخلها؟ لان جديده كانت معهد نعرف وبقت اتحولت لكليه، صح؟ اه طبعا. هي الاسم، تصحيح الاسم، هي كليه الدراسات العليا للتربيه. وفي الاصل كانت اسمها معهد الدراسات التربويه. الحقيقه هي تختلف عن جميع كليات التربيه في مصر من حيث انها كليه للدراسات العليا في التربيه فقط، يعني تعنى باعداد المعلمين وتعنى بالبحوث التربويه، اجراء البحوث التربويه في مجال، في مختلف مجالات التربيه. يعني هي كليه لإعداد المعلم وأيضا لإجراء ولتطوير البحوث التربوية في كافة مجالات التربية. الحقيقة إنشائها بهذا الشكل بيعكس فكرة طه حسين عن إعداد المعلم، وهو أنه كان يرى أن إعداد المعلم لابد أن يكون إعدادا تتابعيا، بمعنى أن يتخصص المعلم في فرع من فروع المعرفة، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يعمل في مجال التعليم أنه يحصل على تأهيل تربوي أو درجة تربوية تعده لممارسة التدريس. وهذا ما كان يقوم به معهد الدراسات التربوية وما تقوم به كلية الدراسات العليا للتربية الآن. هي تقبل خريجي كليات الأداب والعلوم ده بعد الكلية، يعني هي كلية بعد الكلية، لأن هي دراسات عليا. فهي بتقبل خريجي الكليات الأخرى وتعدهم بناء على رغبتهم لكي يكونوا معلمين. من لا يريد أن يصير معلما خلاص هو يعني للمعلمين فقط. بالضبط.